بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم من جديد. إن شاء الله راح نستكمل الجزء الثالث وفتوحات العراق في درس الفتح الإسلامي. نتوكل على بركة الله في نشوف فتح العراق وبلاد فارس. ونبدأ، توجهت أو تولى قيادة الفتح اللي هو أبو عبيدة الثقفي المثنى بن حارثة الشيباني، المثنى بن حارثة الشيباني وأبو عبيدة الثقفي. طبعا هذه بداية دخول إلى الفتوحات في بلاد فارس والعراق. الآن المسلمين خاضوا معركة اسمها معركة الجسر، كانت سنة 13 هجري. المسلمون خسروا في معركة الجسر وتكبدوا فيها خسائر فادحة. وممكن يجي سؤال علل لما يأتي، اللي هو هزيمة المسلمين في معركة الجسر، وفعلا أجا وراح نشوف أسئلة اختاري بسبب استخدام الفرس للفيلة والسهام. اثنين، بعد معركة الجسر أرسل عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص وخاض معركة القادسية سنة 15 هجري 636 ميلادي، وهي من أهم المعارك. ما السبب؟ لأنه انتصر فيها المسلمين، تم القضاء على النفوذ الفارسي في العراق، تم فتح عاصمة الفرس المدائن. اللقاء الحاسم كان في معركة نهاوند سنة 21 هجري 642 ميلادي. يعني ممكن يجينا سؤال تتبع اللي هو خط سير الفتوحات في بلاد فارس أو في بلاد العراق وفارس. واحد، تولى القيادة أبو عبيدة والمثنى بن حارثة. اثنين، المعركة الأولى هي معركة الجسر سنة 13 هجري، تكبد فيها المسلمين الخسائر وكادت أن توقف الفتوحات الإسلامية. يعني معركة الجسر هذه زي ما هم كاتبين كادت أن توقف الفتح الإسلامي في هاي المعركة، يعد من نتائجها لأن الفرس استخدموا فيها السهام والفيلة. وهان عندي إشارة إنها كادت أن توقف الفتوحات الإسلامية كليا. ثلاثة، أرسل عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص وانتصر على الفرس في معركة القادسية. إذن القادسية كانت بقيادة سعد بن أبي وقاص. من الخليفة الذي أرسل سعد عمر؟ تعد معركة القادسية مهمة، واحد لأنه انتصر فيها المسلمين، اثنين تم القضاء على النفوذ الفارسي، ثلاثة فتحت عاصمة الفرس المدائن. رقم أربعة، كان اللقاء الحاسم هو معركة نهاوند سنة 21 هجري 642 ميلادي. ونرجع لصفحتنا الأساسية، وعنا في عنا زي ما احنا شايفين عنا خريطة، الخريطة لا تدخل في الامتحان، حتى الأسئلة اللي واردة عليها لا تدخل، لأن أصلا هي عبارة عن وسيلة توضيحية حتوضح لنا الفكرة القادمة. عندنا إذن هذا فيما يتعلق بالفتح الإسلامي في منطقة العراق وبلاد فارس. نشوف الأسئلة اللي انطرحت عليها. يعني كمدرس لما نطرح سؤال تتبع الفتوحات الإسلامية حيكون عندنا 4 نقاط. علل لماذا هزم المسلمين في الجسر؟ لأنها استخدموا الفرس والفيلة، وكانت الفيلة إشي جديد على المسلمين، يعني ما بيستخدموا إلا الحصن. المعركة التي كادت أن توقف الفتوحات في بلاد فارس والعراق اللي هي معركة الجسر. المعركة اللي بعديها معركة القادسية وانتصروا فيها وكان إلها أو كانت مهمة، والنهاية كانت في معركة نهاوند. نطرح عنا الأسئلة اللي موجودة. ما المعركة الحاسمة في فتوحات فارس؟ وهذا سؤال لكتاب في فتوحات بلاد فارس اللي هي معركة نهاوند. آخر شيء نشوف السؤال اللي موجود عندنا في 2019. ما المعركة التي هزم فيها المسلمين في الجسر سنة 13 هجري؟ اليرموك، القادسية، الجسر. وهي الإجابة الصحيحة. في 2020، ما اسم القائد المسلم الذي قاد معركة القادسية؟ سعد بن أبي وقاص، خالد بن الوليد، أبو عبيدة الثقفي، وعمر بن العاص. الإجابة الصحيحة سعد بن أبي وقاص. إذن هذه هي الأسئلة الواردة على درس أو على الفتوحات الإسلامية في منطقة العراق. إحنا حكينا الفتوحات
كانت في 3 اتجاهات. الاتجاه الأول كان في بلاد الشام وخلصنا من بلاد الشام. الاتجاه الثاني كان في منطقة العراق وبلاد فارس. إن شاء الله تابعونا في الحلقة أو في الفيديو القادم، حيكون عندنا الفتح في منطقة مصر ومنطقة شمال أفريقيا، راح يكون درس كبير شوية. تحياتي لكم معلمة المادة مهاديب صمور.